بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا بالأمس أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ يسرد شيء من أنواع العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وأراد أن يبين أن العبادة حق لله. قلنا هذا الذي دعت إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أن يعبدوا الله. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. الثاني دعاء مسألة، وهذا ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، مثل طلب الولد والرزق من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي فما بالك وهو ميت. الثاني فيما يقدر عليه المخلوق، يصح بأربعة شروط: أن يكون حي وحاضر وقادر، وأن يعتقد أنه سبب. حي خرج به ميت، وحاضر خرج به غائب، وقادر خرج به عاجز، وسبب ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار. مرة أخرى، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. ودعاء المسألة قلنا ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، وفيما يقدر عليه المخلوق صح بأربعة شروط: أن يكون حي لا ميت، وحاضر لا غائب، وقادر لا عاجز، ويعتقد أنه سبب ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفيف الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار. انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، وهذا القسم صحيح، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون ويجعلون ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب. إذا اعتقد المرء أن كل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب فهو سبب، فهذا صحيح. وجعل لنا الله سبحانه وتعالى الأسباب إما تكون حسية أو شرعية. حسية كالدواء، إنسان من الناس عنده ألم في البطن، يذهب إلى الطبيب ويأخذ منه دواء ويشرب هذا الدواء، يقول بسم الله اللهم اجعل فيه شفاء، هذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب، هذا سبب حسي. أو يأخذ شيء من الأعشاب مثلا أو من النعناع ويضع عليه شيء من الماء الحار والسكر ويشرب، هذا يعتقد ويجعل ما جعل الله سبب سبب، هذا حس. أو مثلا يضع يده على بطنه ويقرأ الفاتحة مثلا، فهذا سبب شرعي، رقية شرعية. إذن القسم الأول إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب، هذا صحيح. الثاني أن يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب، يلبس التمائم والودع ويضع رأس الثور ويعنى الذئاب والحافر والنعل القديمة وإطارة السيارات وخرق وبعض الأشجار، ويكتب بعض الكتابات على يعني مثلا على المنزل أو على السيارة: عين الحسود لا تسود مثلا، فهذا اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب، وهذا الفعل شرك أصغر. الثالث شرك أكبر، وهو أن يعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته وله تصرف خفيف الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار، يقول هذا الرأس الثور الذي على باب المنزل هو الذي يطرد الجن والشياطين، فهذا هو الشرك الأكبر. إذن انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. الآن عندنا الدعاء، ومثل الدعاء الاستعانة. هل يصح الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ نعم، بأربعة شروط: أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب. مثاله: نريد حمل هذه الطاولة مثلا، فجاء هذا الأخ وقال لفلان: يا فلان أعلني في حمل الطاولة، يصح؟ حي
وحاضر وقادر وسبق. كذلك الشفاعة، رجل يأتي لمدرس مثلا في الجامعة الإسلامية يقول أريد أن تشفع لي حتى أكون طالب بالجامعة الإسلامية، حي وحاضر وقادر ويعتقد أنه سوف، يصح؟ يصح ولا أشكال. إذن مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بأربعة شروط: أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب. طيب، ثم ذكر الخوف، والخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خوف عبادة وتعظيم وسر، صرفه لغير الله شرك أكبر. والثاني خوف طبيعي، جبلي لا يلام على العبد فخرج منها خائفا يترقب، وهذا جائز. الثالث خوف محرم، كالقنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. إذن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف واجب ولا بد أن يصرف لله، ومن صرف هذا الخوف لغير الله فهو مشرك كافر. خوف العبادة والتعظيم والسر، يعلم السر وأخفى. والثاني خوف طبيعي، جبلي لا يلام على العبد، جائز، كالخوف من النار واللصوص وقطاع الطريق والسباع. الخوف الثالث خوف محرم، كالقنوط من رحمة الله، يلبس الشيطان على بعض الناس ويقول يعني هذه الأمور اللي تصنعها من العبادة والتصنع وكذا، لا لا تصنع، لأنه سبق وأن صنعت شيء من المعاصي، ويريد يلبس على الشيطان ويجعل يترك الطاعة ويظل على المعصية. والله سبحانه وتعالى قال قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إذا نهى عن القنوط من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا الخوف محرم. أو كما قلنا إنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فهل يصح أن يطيع المخلوق في معصية الخالق ويخاف منه؟ لا، لأن هذا خوف محرم. الذبح ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام ولا أشكال: ذبح لله مثل الهدي والأضاحي والعقيقة والصدقات، وذبح جائز كشاة اللحم والاتجار وكرام الضيف. رجل يذبح، لماذا تذبح؟ قال أذبح حتى أكل أنا أولادي، يصح؟ نعم يصح. يذبح حتى يبيع هذه اللحوم لأنه جزار ويبيع اللحوم، يصح. جاء ضيف فذبح وقدم لهذا الرجل، يصح ولا أشكال، بل أحيانا يكون واجب من باب كرام الضيف. القسم الثالث من الذبح، الذبح لغير الله محبة وتعظيم، كالذبح للجن ولأصحاب القبور وفي وجه السلطان محبة وتعظيم، فهذا الشرك أكبر. إذن الذبح انقسم إلى ثلاثة أقسام: ذبح لله، وذبح شرك أكبر لغير الله محبة وتعظيمة، وذبح جائز. يبقى النذر، النذر عندنا نذر لله ونذر لغير الله. تفصيل النذر وأحكام النذر وغيره تأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار وغدا إن شاء الله نكمل. ماذا أخذنا؟ نعم، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله، وهذا دعاء، أي دعاء العبادة هو دعاء بلسان الحال، دعاء بلسان الحال، ودعاء المسألة هو دعاء بلسان المقال. كيف؟ يصوم، تصدق، يصلي، يطلق اللحية، يقصر الثوب، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يطلب العلم، حاله كأنه داعي يدعو الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة ويبعده عن النار، صحيح؟ نعم. لكن آخر نسأل الله السلامة عافية أترك الصلاة والصيام الحج ويحلق اللحية ويسبل الثياب ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يأتي بالطاعة بل يأتي بالمحرمات، لسان حاله نسأل الله السلامة عافية أنه يريد الجنة النار ولا يريد الجنة. طيب، هذا دعاء بلسان الحال.
الثاني دعاء مسألة، هذا دعاء باللسان المقال. وقلنا ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل مرأة تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه الولد أو إنزال الغيث مثلا، فهذا لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي فما بالك وهو ميت. وفيما يقدر عليه المخلوق قلنا يصح بأربعة شروط، أن يكون حي خرج به ميت، وحاضر خرج به غائب، كان يكون في السعودية مثلا وينادي الولي الذي في الهند، قادر خرج به عاجز، وسبب ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار. نعم غيره. نعم أقسام الخوف، قلنا الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، خوف واجب صرف لله سبحانه وتعالى، ومن صرف لغير الله فهو مشرك شرك أكبر، وهو خوف العبادة والتعظيم والسر، فلا تخافوا ما خافون إن كنتم مؤمنين. الثاني خوف مباح جبلي جائز لا يلام عليه العبد، خوف من النار واللصوص وقطاع الطريق، والخوف من السباع فخرج منها خائفا يترقب. الثالث خوف محرم، وهو الخوف الذي يؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم الذبح قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ذبح لله مثل الهدي والأضاحي والعقيقة والصدقات، والثاني ذبح جائز كشاة اللحم والاتجار وإكرام الضيف، والثالث ذبح لغير الله محبة وتعظيم، حكمه شرك أكبر كالذبح للجن ولأصحاب القبور وفي وجه السلطان محبة وتعظيم. طيب نعم انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام، صحيح وشرك أصغر وشرك أكبر. الصحيح أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا، قلنا جعل لنا الله سبحانه وتعالى أسباب إما شرعية كالدواء، إما شرعية كالرقية، أو حسية كالدواء، فإذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا صحيح، هؤلاء أهل السنة والجماعة. الثاني شرك أكبر أن يعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته وله تصرف خفي في الكون بيده جلب المنافع دفع المضار، فهذا شرك أكبر. والثالث ما لم يجعل الله سبب سبب، وهذا شرك أصغر. نعم نعم النذر، وقلنا ينقسم إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله، لكن في الحكم يقول بعض العلماء أنه شرك أكبر، ويأتينا إن شاء الله تفصيل النذر في كتاب التوحيد. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.